ترى غالب مبروك هذا الفوز. ثاني شيء نهني الجمهور الطيب الحلو. تشكيلة كانت كلش حلوة مو شوية. وألب مبروك المنتخب نعم. كلش حلوة. أداء المنتخب كلش كان جيد. وكان شيء حلو الحمد لله نعم. مدرب كاساس احنا نشكره كلش انسان طيب وانسان التشكيلة مالته كلش كانت حلوة والله. طبعا نهني الشعب العراقي بمناسبة فوزنا على المنتخب العماني حصولنا على 3 نقاط وان شاء الله القادم افضل ونتمنى التوفيق للعراق. والف الف مبروك. الف مبروك. الف 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 مبروك.